في هذا الفيديو كما تشاهد أنا سأشرح لك أفضل موقع للربح من الفيديوهات. هنا أنا أشاهد وأيضا الأرباح يتم احتسابها هنا. أيضا هذا الموقع توجد فيه طرق كثيرة للربح سأقوم بشرحها لك في هذا الفيديو، مثل استماع الموسيقى، أيضا مشاهدة الفيديوهات. تابعني في هذا الشرح الحصري. مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. درس اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح فيديو عن أفضل موقع لتحقيق الربح من مشاهدة الفيديوهات، أيضا سماع الموسيقى وأشياء كثيرة. لكل مبتدئ توجد تطبيق على الهاتف، يعني تستطيع استخدامه في الهاتف. قبل بداية هذا الشرح أرجو أن تدعمونا بالضغط على زر لايك، أيضا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وأيضا هذه القناة الخاصة فينا فيها الكثير من الفيديوهات الخاصة بالربح من الإنترنت، أيضا فيها فيديوهات خاصة بالربح من المواقع مثل جوجل أدسنس إخواني، وأيضا اليوتيوب والتيك توك، وكل استراتيجيات ستجدها في هذه القناة. فقط قم بزيارة هذه القناة لأنها كنز حقيقي. هنا فقط أريد أن أنوه إلى أننا بدأنا المسابقات في القناة، لذا أنت تستطيع مشاركة، وبدأنا إن شاء الله $50 لخمسة أشخاص. الإعلان سيكون بالسبت أو الجمعة إخواني. سأترك لكم رابط قناتنا التليجرام، والأسئلة إن شاء الله ستكون دينية لكي نستفيد جميعا. فقط شروط المسابقة بسيطة، وهي تعليق ومشاركة هذا الفيديو ولايك للفيديو طبعا. ولكن عندما تربح سأطلب منك شيء مهم، وهو سكرين شوت أو كابتير للعملية التي قمت بها، وستحصل على $10 لكل شخص. هذا هي دعما منا، وإن شاء الله ستكون في الفيديوهات القادمة أكثر وأكثر. لذا إذا وجدنا تفاعل سنقوم بمضاعفة المسابقة، وإن شاء الله الإعلان سيكون على المباشر. ونعود لإكمال الفيديو الخاص بنا، نبدأ الشرح على بركة الله. أول شيء ستوجه إلى الرابط الذي سأتركه لك. هذا الرابط إخواني عندما تسجل به ستحقق أرباح تقريبا 100 نقطة يقدمها هدية لك. لماذا؟ لأنه يدعم الأشخاص الذين يجلبون إحالة. أنا فقط لا أحتاج هذه الأرباح، فقط لكي تكسب أنت 100 نقطة. والمئة نقطة إخواني ستقوم بتحويلها فيما بعد أوتوماتيكيا إلى الدولار. هنا هذا هذا الموقع إخواني إذا دخلت إلى الموقع لأول مرة ستجد أنه ستربح من مشاهدة اللايف إخواني playing game، أيضا taking quiz ومشاهدة الموسيقى. وهنا أرباح الأمس وصلت إخواني تقريبا إلى 5.73 لكل شخص. أيضا هنا total earned أكثر من 481، أكثر من 1,000,000 زيارة تقريبا شهريا إخوانا لهذا الموقع. كما تشاهدون 1,300,000، الآن هو تقريبا في 1,000,000. والتقييم في تراس بيلوت تقريبا 5 نقاط، يعني شيء جيد. يكفيك جمع النقاط إخواني من استطلاعات الرأي ومشاهدة الفيديوهات، وهذا ما سنركز عليه، ويدعم كل دول العربية. وبعدها هذه النقاط سيتم تسحبها عن طريق الباي بال، كريبتو كورنسي، كل العملات، وأيضا الجيفت كارت. يعني الموقع سيدعمك بطريقة بسيطة، ستربح من أشياء كثيرة وكثيرة جدا في هذا الموقع وسهلة ومن هاتفك. هذه كل طرق الدفع الخاصة به، يعني ستقوم بكسب ولو بطاقة هدية. يعني إذا لم يكن لديك حساب باي بال تستطيع الاستفادة من هذه وبيعها فيما بعد. هذا الموقع من أصدق المواقع، وخاصة في السحب إخواني سيتم السحب مباشرة، ويوجد دعم 24 ساعة على 24 ساعة. أيضا الجيفوي كل مرة يقدم هدية. لكي تتسجل في الموقع يمكنك التسجيل بحساب جوجل أو بتويتش وهو موقع لمشاهدة الفيديوهات، أو عن طريق الإيميل. يكفيك وضع اليوزر نيم، الباسورد، إعادة الباسورد، وهنا عفوا الإيميل واليوزر نيم باسورد وإعادة الباسورد، واختر ريكابتشا واضغط على هذا الخيار، ثم فعل هذا الخيار واضغط على اي اجري. بعد فتحك للحساب سيكون حسابك على هذا الشكل. وكما تشاهد أنا أقوم بمشاهدة الآن هذا الفيديو والنقاط يتم احتسابها. وأيضا أخبر أنه يمكن العمل عن طريق أبليكيشن أندرويد. وكنصيحة في آخر الفيديو سأريك طريقة لمضاعفة الأرباح من هذا الموقع. ببساطة هذا هو التطبيق الخاص بهم في جوجل. سأترك لك أيضا رابط إذا أردت تحميله طبعا. هنا كيف سيعمل هذا الموقع بعد فتحك للحساب. هنا Watch Stream، هنا لدي تقريبا 60 دقيقة، لذا سيقدم لي هدية كما تشاهدون. وهنا You get $1 per minute، هنا بالنسبة للأجام طبعا. أنت الآن هو يعمل و
الأرباح سيتم احتسابها هنا. أيضا إذا سحبت إلى هنا الإيرند، إذا وجدت شاهدت هنا listen to your music، هنا في الميوزيك يجب عليك قراءة هذه الأشياء. أول شيء انصال open application وقم بإدخال rewardy username، هذا هو username خاص بي في التطبيق. بعدها استمع للراديو، وهنا إخواني ستربح من 1 إلى 10 نقاط كل 10 دقائق، وهذا شيء جيد لأنك قد تستطيع تشغيل التطبيق وتركه يعمل لوحده، وهنا ستربح كل 10 دقائق 1 تيكت كما تشاهدون تحتاجها في أشياء كثيرة. الواتش كليب إخواني أيضا تطبيق خاص بهم، يجب عليك تثبيته فقط عندما تدخل، أدخل هذا اليوزر نيم الخاص بك الذي تسجلت به، وستربح على كل 5 دقائق من 1 إلى 10 حسب الأرباح وحسب معدل الزيارة CPM. لذا من الأحسن أن تقوم باستخدام VPN إذا كان مدفوع أفضل. وهنا في آخر فيديو سأشرح لك مضاعفة الأرباح وهي مضمونة وأنا أعمل عليها. هنا توجد أيضا Play Flappy Bird، أيضا تطبيق للهاتف، والكثير من الأشخاص طلبوا منا كيف سنربح من تطبيق أندرويد، لذا هذا التطبيق ستربح منه من لعب الألعاب. والتيك كويز إخواني، هنا كويز بسيط فقط، تأخذ $2 وتربح هذه تحتاجها في مشاهدة الفيديوهات، فقط إضغط هنا، وهنا سيخبرك أنه يجب عليك تثبيت التطبيق فقط، والتطبيق يدعم كل الدول العربية. هنا أيضا أبليكيشن لمشاهدة الفيديوهات. بالنسبة للسحب ببساطة ستنزل إلى الأسفل، وهنا withdraw كما تشاهدون، تستطيع سحب باي بال، كلاش هذه العملة، بونيست كما تشاهدون، لايت كوين، بيتكوين، إثيريوم، بطاقات أمازون، فيزا كارد، وروبلوكس، وهنا التقييم الخاص بالموقع. هنا هذه خاصة بالشالنج، كلما قمت بالعمل، عفوا شالنج يقوم بعرض مسابقة أكثر من 1000 نقطة في 24 ساعة. وهنا هذه أعتقد أنها خاصة بأفضل شخص قام بالربح من الموقع، سيأخذ بعض العمولة 3000 نقطة. أيضا الريفرال إخواني، وهذا الشيء الجيد الذي سأشرحه لكم كيف ستربح، فقط يكفيك نسخ، عفوا هذه ليست الريفرال، الرفل، هذه بعض الأشياء إخواني خاصة بي على ما أعتقد مسابقة أو شيء، تقوم بإضافة النقاط وتضغط على جوين رفل لكي تربحها، لا أنصحكم بها. البونيس إخواني، هنا ستجد البونيس، هنا بروموسيو كود، إذا قمت بوضع البروموسيو كود إخواني ستحصل على البونيس، وهنا كيف ستقوم بالحصول على 25 نقطة 20 نقطة إذا طبعا إذا قمت بمتابعة أحد الحسابات، كمثال التيك توك تضغط على كونتيني أو ماي ميبي لاتر، هنا تضغط على كونتيني سيأخذك طبعا إلى حسابه. هنا تم الانتهاء الأمر، لذا سندخل إلى هذه الانستغرام كونتيني ونقوم بمتابعة أحد الحسابات. هنا كما تشاهدون بعد متابعة هذه الصفحة قم بغلقها وأضغط على كلوز، سأتحصل على 50 نقطة فيما بعد، هنا تحصلت عليها. أيضا هنا انستال أب، عندما تثبت التطبيق ستتحصل تقريبا على هنا إخواني، تتحصل على ما أعتقد 50 نقطة كما تشاهدون، يعني عندما تتابعهم في هذا الحساب ستتحصل على 50 نقطة. شاهد كيف يتم إضافتها. هنا سوشيال ميديا أيضا ستتابع هذه، هنا سيبميت ريأبلود أوف ريورد تو تيك توك، عندما تضغط على سيبميت تقوم بوضع الفيديو وتحصل على 100 نقطة يوميا، يقدم لك هذه الأشياء. هنا نتوجه إلى الريفيرال إخواني، وهذا ما أريد شرحه، ودائما يجب أن تكون ذكي وتستهدف الأجانب. كما قلت إخواني يمكن الربح كثيرا، أرباح كثيرة من إحالة هذا الموقع بالطريقة ذكية، ستربح 5% من مدى الحياة ومن الأجانب بالطريقة التي سأشرح لك بها. لا تكتفي فقط مشاهدة الفيديوهات، قم بتطبيق هذه الطريقة التي سأشرحها لك، فهي مفيدة لأنك ستستهدف الأجانب. أيضا هنا إخواني كما قلت لكم في بداية الفيديو أنني وضعت مسابقة إن شاء الله ل5 أشخاص سيربحون $10، والإعلان سيكون بالجمعة في فيديو الجمعة أو السبت إخواني، وفي قناتنا التليجرام سأترك لك رابطها أسفل الفيديو. الإجابة إن شاء الله ستكون على الأسئلة الدينية لكي نستفيد إخواني من المعلومات الدينية بيننا. أيضا $10 إخواني ستكون دعم، وفي القادم إن شاء الله سنقوم بمضاعفتها لكي تبدأ مشروعك. فقط شروط مسابقة كما قلت في بداية الفيديو، وهي لايك، تعليق للفيديو، وأيضا عندما تقوم عرض الأشخاص الرابحين فقط يقوم بتقديم لي سكرين شوت لهذه العملية. وهذا هو السؤال الذي سنقوم بطرحه في أول مسابقة، ما اسم السيدة التي قامت بإرضاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو سؤال الحلقة، أترك التعليق وإن شاء الله ستكون من الفائزين. نعود للشرح إخواني، هنا كما قلت لك لكي تكون ذكي لا تكتفي بهذه الأرباح التي يقدمها لك، ستقوم بمضاعفة أرباحك بطريقة بسيطة، تقوم بنسخ هذا الرابط وهذا هو اسم رابط الموقع. الشخص إخواني عندما تقوم بإحالته سيربح 100 نقطة
نقطة، يعني سيبدأ مباشرة بالربح وأنت ستربح 5% مدى الحياة. لا نستهدف العرب. هنا ستوجه إلى الأنترنت وهنا ستقوم بالدخول إلى جوجل وتقوم بكتابة Reward IO ريفيو. هنا هذا هو اسم الموقع وتقوم بالنزول إلى المقالات. مثلا هذه المقالة اخترتها فهي مقالة جيدة، تستطيع أخذها كما هي ونشرها، لكن نحن سنشتغل بطريقة احترافية. استخدم أي موقع لإعادة الصياغة، كمثال نحن سنستخدم موقع الذي نعمل عليه هو موقع كويل بوت، شرحت لكم في القناة كيف ستفتحون حساب. هنا كويل بوت إخواني سواء مجاني أو مدفوع تستطيع الاستفادة منه بطريقة بسيطة. هنا إخواني إذا كان لديك حساب بريميوم أو مجاني تستطيع الاستفادة من هذه الخاصية كويل بوت فولو، تضغط على هذه الخيار كويل بوت فولو هكذا سيدخل بك إلى هذه الواجهة، بعدها ستضغط على هذا الخيار وهنا تختار هذا الخيار، بعدها تعود إلى المقالة تستطيع تركيب هذه الإضافة، سأترك لك كل روابط هذه الإضافة، تقوم بوضع لك فقط نزع الإعلانات وأيضا مثلا هذه الكلمات التي تحتاجها لا تحتاجها عفوا، مثلا هذه الصورة لا تحتاجها، هنا سأترك هذه الصورة، كل شيء جيد، هنا أعتقد أنه جيد، هذه الصورة لم تعجبك تستطيع حذفها. ماذا أفعل؟ سأقوم بالضغط على كنترول A وأقوم بأخذ كل شيء من هنا كوبي وأعود إلى كويل بوت، أقوم بنسخها بيست، وهنا أي شيء لا يعجبك تستطيع نزعه ببساطة، فهو مثل البلوجر، هنا قم بحذف هذا الرابط لا تحتاجه، أيضا اللوجو هكذا، هذه الصورة لا أحتاجها، أستطيع إضافة صورة خاصة به بالموقع، أخذ سكرين شوت، هنا تستطيع إصلاح الأخطاء الإملائية، وهنا هذه الصورة لا نحتاجها، أيضا هذه لا نحتاجها، فقط نحتاج هذه الأشياء. بعدها ماذا ستفعل؟ ستعود إلى هنا وتقوم بنسخ كل شيء إلى آخر الفيديو إلى غاية هنا، واضغط على بارافريز هنا، فقط تأكد أن يكون هنا إخواني إكسباند أو شيء ليس ستاندر إخواني، لكي يكون مقالة احترافية، وأيضا انتظر إلى أن تظهر لك ريبليس ليس أنسيرت ريبليس إخواني، تأكد معي إذا ظهر معك هذا الخطأ تقوم بتغييره. الفائدة من هذه الطريقة أن السيو الخاص بهذه المقالة مثلا عناوين فرعية وهذه النقاط لكي يكون مقالة حصرية وأيضا مفهومة تظهر في الريبليس ليس في الانسرت، لذا قم بإعادة الكرة إلى أن يتم تعديل هذا إلى أن تظهر هنا. هنا لم تظهر معي هذه، سأقوم بإعادتها وأعود إليكم، كما تشاهدون لم تظهر، لذا ماذا سأفعل؟ سأعود هنا المرة الثانية ستظهر 100% لأن هذا الخطأ موجود في كويل بوت، سيتم تصحيحه في النسخة القادمة، تضغط على بارافريز وهنا شاهد إخواني ظهرت ريبليس، أنتظر إلى أن يكتمل ولا أضغط على أي مكان هنا لكي تبقى كما هي ويحافظ لي على تنسيق السيو. هذه النصيحة لن تجد شخص يقدمها لك، نحن في قناتنا نقدم كل ما هو حصل. بعد الانتهاء طبعا من إعادة الصياغة سأضغط على ريبليس وهنا تم إعادة الصياغة بطريقة احترافية، تستطيع مشاهدة أن هذه المقالة أول شيء باستخدام هذه الإضافة أنها ليست بالذكاء الاصطناعي، فقط قم بفحصها بـ AI Counter Detector. أيضا ماذا ستفعل؟ ستقوم بنسخ كل هذه المقالة إلى غاية هنا وسنقوم بتطبيق الشيء المهم لكي تظهر المقالة خاصة بنا كأنها احترافية. هنا سنعود إلى كويل بوت ونختار جرام شكر، فهي مجانية 100% يستطيع استخدامها أي شخص، فقط قم بنسخ المحتوى الخاص بك أو المقالة التي قمت بإعادة صياغتها واتركه هو سيعمل، بعدها ستقوم بنسخها من هذا الخيار. هنا ننتظر للحظات، اكتشف أكثر من 56 خطأ، أضغط على All Accept All، تم تصحيحها، أقوم بنسخها من هنا. أعود إلى الموقع الذي سأشرح عنه أشرح فيه المقالة أو أقوم بنشرها، وهو موقع غني عن التعريف، موقع ميديوم، كل روابط ستجدونها أسفل الفيديو، أكثر من 155 تقريبا 156 مليون زيارة شهرية كلها من الأجانب، ويبحثون عن مجالات مختلفة سواء إنقاص الوزن ربح من الأنترنت وأشياء كثيرة. افتح حساب واضغط على Write من هنا، بعدها تستطيع وضع المقالة الخاصة بك مثلا هنا بيست هكذا، سيتم وضعها بالسيو الخاص بها. هنا تستطيع تغيير مثلا هذا الخيار أو تركه كما هو لا يهم. هنا كل هذه الأشياء عبارة عن مقالة قمنا بكتابتها، فقط ستجد مشكلة هنا إخواني إذا صادفت، قم بحذف هذه الفراغات فقط هكذا لكي يكون التنسيق جيد، هذه الأخطاء ستجدها لكن أنت تستطيع تصحيحها، مثلا هنا أقوم بحذف الأماكن التي لا أحتاجها جيد. بعدها أعود إلى الموقع إخواني بدون دخول وأقوم بالضغط على علامة الويندوز وشيفت وحرف الأس عفوا
لأخذ سكرين ويندوز شيفت وحرف الأس وأقوم بأخذ هذا سكرين هكذا. جيد، هنا سأقوم بإضافتها في موقع ميديوم كصورة خاصة بالموقع بالضغط على علامة الزائد ثم تحميل الصور من هنا هكذا. سكرين شوت أجدها هنا، أقوم بنسخ هذه الصورة. جيد، الآن أعود إلى الموقع وأقوم بأخذ رابط الإحالة أو الأفلييت الخاص بي لكي أربح منه، وأقوم بوضعه مثلا هنا في هذه الكلمة، مثلا أضغط على لينك وأضيف الرابط بالضغط على بيست وأوكي. أيضا أستطيع مثلا إضافة الكول تو أكشن get مثلا بونيس هكذا. هنا قمت بكتابة هذه الجملة get bonus point sign up here، يعني خذ بونيس بتسجيلك هنا. أستطيع وضعها هكذا وأقوم بأخذ مرة أخرى الرابط من هنا، أعود إلى ميديوم وهنا أقوم بتحديدها كلها وأقوم بإضافة الرابط لكي أربح منه طبعا وبدون عمل. بعدها أنسخ هذه الكلمة وأقوم بوضعها في أماكن عدة في المقالة. الشخص سيقوم بقراءة كل المحتويات، الشخص الذي يريد أن يربح من الموقع هكذا. أيضا سأضيفها هنا وهنا، هنا أيضا سأضيف الرابط. أقوم بوضعها في أماكن عدة وفي آخر المقالة Ctrl V. هنا أضغط على Publish، هنا سيطلب منك الكلمات المفتاحية، عد إلى محرك البحث وقم بكتابة رابط الموقع إذا وجدته طبعا. هنا Reward.io Rewards هكذا، أيضا Ctrl V Reward Program reward.io review بنسخ هذه الكلمة. بعدها أضغط على publish وهنا انتهت العملية، المقالة تم نشرها. أي شخص سيقوم بقراءتها سيقوم بالضغط على الرابط والرابط سيشتغل 100% كما تشاهدون، يعني 100% مقبول. هذا هو درسنا اليوم، أعتقد أنني قدمت لك طريقتين للربح من هذا الموقع: الإحالة ومشاهدة الفيديوهات. الطريقة التي ستضاعف بها أرباحك عد في قناتنا إخواني الخاصة بالديلي موشن، قناة سأترك لك رابطها أسفل الفيديو، وقم بمشاهدة فيديو كيفية الحصول على RDP وافتح الحساب بالRDP وشاهد الأرباح التي ستشاهدها فقط من الفيديوهات. إذا كانت لديك مثلا هنا 300 نقطة عندما تقول بتشغيل الRDP ستصل الأرباح إخواني كل ساعة تقريبا 1000 نقطة، يعني 1 أو 2 دولار ستقوم بسحبها بطريقة بسيطة في ظرف 5 ساعات وأنت لا تعمل على الحاسوب، تتركه فقط يشتغل لوحده، ستحصل على 5 دولار أو 10 دولار أو أكثر حسب عدد الإعلانات، لأن الRDP الذي شرحناه احترافي. في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.